أيها الجيش الحر البطل، أيها المقاتلون في سبيل الله على أرض الشام المباركة، يا من رفعتم راية الله، الله أكبر، ويا من توكلتم على الله، اجعلوا نيتكم لله عز وجل، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. توكلوا على الله جل وعلا وحده، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل من قاتل في سبيل الله فإنما يتوكل على الله جل وعلا لا على غيره من البشر. ائتلفوا، اجتمعوا، تعاونوا، تكاتفوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فكونوا كالبنيان المرصوص وتعاونوا لله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المجاهدون، انظروا ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأكثروا في القتال من ذكر الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وتأكدوا وقت النزال أن الدعاء يستجاب، فارفعوا أياديكم إلى الله. عندهم عنا خائبين يا الله، يا الله. ان قتلوا رجال المسلمين فقتل رجالهم يا الله، يا الله. ان قتلوا نساء المسلمين فقتل نساءهم يا الله، يا الله. ان يتموا اطفال المسلمين فيتم اطفالهم يا الله. واعلموا ان النصر مع الصبر. الله اكبر، والله خير ما اجله، والله ستنتهي، والله ستسقط على اقدامنا.